مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد يتجدد مع حضراتكم الأحد من كل أسبوع، وبرنامج شباب مصر. زي ما عودناكم في هذا البرنامج أننا بنسلط الضوء على الناس الجميلة اللي لهم يعني أسلوب جميل في الحياة وليهم باع طويل في الحياة، بنتعلم منهم، بنتعلم من خبرتهم، أسسوا نفسهم بنفسهم، مش استنوا أنه حد يجي يعطف عليهم أو حد يجي يمد لهم إيديهم علشان يقدر يوصل للمستوى أو للحاجة اللي هو عايزها، لكن بناء الإنسان نفسه بنفسه بيوصل دائما إلى طريقة جميلة كلنا بنتعلم منها وكلنا بنتمناها، وبيوصل لمكانة حلوة بين الناس وبين المجتمع، ويبقى ذو قيمة كبيرة في المجتمع المصري. فزي ما عودناكم في كل أسبوع أن احنا بنسلط الضوء على هؤلاء الناس، النهاردة يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء أحد أبناء محافظة الشرقية اللي زرع اسمه بسطور من ذهب، استطاع بعد عناء شديد وبعد يعني مشقة، كل واحد يبقى له يعني درس في حياته، كل واحد بيبقى له قصة كفاح هنعرفها النهاردة من ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد رمضان، وكيل شركة فاين ولونا بالشرقية، وصاحب مؤسسة نور الإسلام للمنظفات والصناعات الورقية، الصناعة والمنتجات الورقية بمحافظة الشرقية مركز الزقازيق. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ، يا رب أكون قدرت أديك حقك في المقدمة. شكرا على المقدمة الجميلة دي. الله يكرمك. أتمنى أكون ضيف خفيف عليك يا رب على المشاهدين. يا رب. زي ما حضرتك عارف إحنا أنا يعني ببقى سعيد قوي وأنا بستضيف الناس اللي لهم باع طويل، اللي زرعوا لنفسهم قصة حلوة. أنا شخصياً ببقى قاعد معهم مستمتع بكلامهم، مستمتع بقصتهم وكفاحهم، علشان أقدر على الأقل لما أتعلم منهم، لما يعني ابني يكبر أقدر أقول له يا ابني الدنيا ماشية واحد اتنين تلاتة، وما تستناش حد يمدي لك إيده، ما تستناش حد أنه يعني يعطف عليك بحاجة. النهاردة قصة كفاح الأستاذ محمد رمضان، أحد أبرز عناوين محافظة الشرقية، جميلة جداً هنعرفها معاه في البداية. خلينا أعرف في البداية أستاذ محمد، نشأت فين؟ قريتك اسمها ايه؟ عايز اعرف يعني مشوارك بدأ ازاي؟ حياتك بدأت منين بالظبط؟ انا طبعا من محافظة شرقية مركز الزقازيق، قرية الطهرة، طريق ابو حماد، قرية الطهرة معروفة، والحمد لله ربنا من عليا بالنعمة اللي انا فيها دلوقتي، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، بعض شركاء النجاح اللي ليهم طبعا باع في حياتي من اول البيت لحد المؤسسه، ناس كتير قوي ليها فضل عليا، طبعا ربنا سبحانه وتعالى الفضل الاول. دعاء والدتي الله يرحمها طبعا كان هو السبب الحقيقي في اللي انا فيه دلوقتي. مسانده والدي ما بيسيبنيش طبعا على طول، بيتي واولادي اللي اتحرموا مني كتير قوي، يعني الشغل على طول على طول على طول، كان طبعا هم سبب مهم جدا في اللي انا فيه دلوقتي، ان هم استحملوا كتير طبعا. والحياه الاسريه يا استاذ محمد بيبقى لها طعم تاني في الحاجات دي، بتبقى مثلا الزوجه شايفه ان زوجها طول النهار فما بتقدرش تقول له بقى ولا تعبر له. والله يعني يعني هم استحملوا كتير بصراحه، استحملوا كتير، وبقول لهم معلش ويا دي يعني ظروف العمل، ويعني بيتقبلوا يعني بعض الزعل ساعات، لكن في النهايه بيتقبلوا الوضع يعني. والربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها على خير يعني، اهو واحنا قاعدين معاهم يا رب. ساعات كتير ناس بتشوف مثلا واحد صاحب صرح كبير او مؤسسة كبير يقول لك يا عم ده عايش عيشه مش عيشتنا، لكن هو في الواقع ما حسش بالتعب والمشقه. في الحقيقه هو مش عايش. قول لنا بقى بدات ازاي؟ بدات حياتي في المجال بتاعي كاي شاب عايز يعمل مشروع، عمل محل صغير في المستحضرات تجميل. بعد كان عندك كام سنه تقريبا؟ يعني بدأت من حوالي بالظبط 15 سنة تقريبا المشروع بتاعي. بدأت بمحل صغير في بلدي، المحل طبعا ضفت لي محل تاني في المنظفات. اشتغلت في بعض الشركات كمندوب، مندوب بيع، مندوب مبيعات زي اللي احنا بنشوفهم دلوقتي، يروح يشترك يتعاقد مع الشركة يروح يلف بقى المحافظات كله على رجله. اشتغلت خدت الخبرة طبعا من خلال الشركات اللي اشتغلت فيها. بدأت ان انا اطور من نفسي، بدأت اشتغل اوزع، كبرت بقى يعني مع الوقت والحمد لله طبعا. طيب عشان ما نسرعش على المستمع شوية،
وخلينا نتوقف عند حته مندوب دي. ساعات ما بيبقى مثلا تفكر تقول يا ربي انا هيجي لي يوم مثلا واوصل لمكانه معينه انا عايزها، ولا كتير يا ربي هقعد كتير والله مش عارف طبعا ايه؟ طالما انت حاطط هدف قدامك وبتسعى ليه ان شاء الله ربنا هيديه لك. اهم حاجه تخلص عشان توصل له، وربنا بيبقى مطلع على النوايا فبيدي لك على قد نيتك. بس فالدنيا كويسه الحمد لله. يعني الشباب بس ما يربطش نفسه ان هو خلاص هو بيشتغل الشغلانه دي يبقى انا لازم ادني فيها على طول. لا، ممكن تعمل مشروع، تبدا بمحل صغير بحسب امكانياتك. واحنا كتير قوي بنقف جنب الناس اللي عايزه تفتح محلات منظفات او منتجات ورقيه بمبلغ بسيط، بحيث ان احنا نقف معاه ونسنده لحد ان شاء الله. في ناس كتير قوي الحمد لله احنا فتحنا لها ودلوقتي عندهم محلات وعندهم مشاريع عندهم مخازن بفضل الله. يعني المؤسسه بتقف جنب اي حد عايز يبدا، وبنبدا معاه باي امكانيات. طيب لو قلنا يا استاذ محمد مثلا بعد ما خلصت بقى اشتغلت في شركه معينه مثلا، اول ما بدات تعمل محل بقى خلاص انا بدات الم الفلوس او اجمع الفلوس اللي حلتي علشان ابدا فعلا اعمل مشروع اصرف بيه على اولادي، اصرف بيه على دخلي، اطلع بقى سلمه ثانيه، خطوه ثانيه، بدات معاك ازاي؟ بدات ان انا بدات في التوزيع، يعني بدات ان انا اطور نفسي شويه. حته ان انا فاتح محل بس لا، يعني حبيت ان انا بقى خلاص يعني انقل نفسي من بيع القطاع لبيع الجمله. بدات ان انا اتجه ان انا اوزع للمحلات اللي في الارياف اللي جنبينا في البلاد اللي حوالينا. نزلت خدت خبره في بعض الشركات اللي شغاله في المجال دوت، خدت منهم خبره طبعا في المجال بتاعي. بعد يعني في البدايه خالص اشتغلت بموتوسيكل، وبعد كده بتروسيكل، وبعد كده بعربيه، لحد ما بقى في مخزن جمله. والمخزن الحمد لله بقى فيه عربيه واثنين وثلاثه، لحد ما ربنا كرمنا فتحنا كمان فرع دلوقتي منفذ بيع كويس محترم في القوميه في شارع مجمع مصالح ما شاء الله. وباسعار طبعا الحمد لله رب العالمين يعني هي قريبه جدا وفيها خصومات كويسه جدا للناس. ويقدر اي حد اي حاجه مش موجوده او بيلاقيها غاليه بره يلاقيها ان شاء الله متوفره وبسعرها العادي خالص. بس بعد ما بدأت مشوارك في انك تفتح محل مثلا وتبدأ توزع على محلات الجملة والحاجات دي كلها او على اي محلات، هل بدأ حاجات صعبة بقى تقابلك في طريقك وانت يعني تعاقبك بقى؟ اكيد يعني طبعا اكيد اي حد شغال في المجال بتاعنا بيقابله صعوبات. الصعوبات دي بتكون في عدم توافر بضاعة، في ناس بتشتغل معاك ومش بتوفق معاهم، حاجات كتيرة. ولازم بتحصل تعثر، لكن الفكره ان انت لازم تقوم ولازم تكمل ولازم يبقى عندك هدف مهما يقابلك من تعثر. فان شاء الله طالما انت بينك وبين ربنا كويس هيقابلك تعثر، بس هتعدي منه، هتعدي وهتبقى افضل ان شاء الله. مين كان رفيق حضرتك في الوقت ده بقى اللي هو وقت الصعوبات بقى، انت عايز تسال حد تلجا اليه تساله في الحياه اعمل ايه اكمل ازاي والله الكلام ده؟ طبعا باخد طبعا باهل الخبره اللي في المجال بتاعي اللي عندهم باع اكتر مني في المجال دوت، ناس في مصانع، ناس في شركات كبيره. والحمد لله دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنتعامل مع المصانع كلها الكبيره في مصر، الشركات الكبيره. والحمد لله رب العالمين. طبعا الناس اللي اشتغلت معايا وتعبت معايا في مشواري والناس اللي انضموا لنا جديد، كل المؤسسه عموما يعني فرد فرد فيها واحد واحد، يعني مش عايز انسى حد. هم كلهم كل واحد ليه دور وكل واحد بيكمل التاني اكيد في النجاح اللي احنا وصلنا ليه الحمد لله. دور الاب والام بقى بيبقى دور بقى يعني ايه؟ انا مهما اكلمك عن والدتي الله يرحمها وعن والدي حاليا ما بيسيبنيش في اي حاجه بصراحه. بقول له من خلالكم انا بيسمعنا دلوقتي؟ اكيد يعني لو سمعني بقول له كتر خيرك. انا طبعا مهما قلت مش هقدر اوفي حقك. بقول لك ربنا يخليك لينا، بقول لك ربنا يديمك نعمه في حياتنا. طبعا انا من غيرك طبعا مش عارف امشي في اي حته، هو كل حاجه بصراحه يعني. وانا من خلال الشاشه الموقره ده وبرنامجي بقول لك يا حاج رمضان يعني انت انجبت شاب جميل. انا شخصيا انا اصغر منه بكتير كمان يعني، لكن انا اتشرفت لما عرفته وبدات اتعرف عليه وهو قال لي في حقك كلام كتير قوي صراحه يعني. علشان كده الابن اللي بيبقى بار بوالده ده بيبقى قلما تجد في هذا الزمان مثله يعني. فالله اسال ان يطيل لنا بقائك وانك تشوف يا ربي يعني اكبر واكبر من 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 كمان ده، وتشوف زرعتك وثمارك اللي انت تعبت علشان توصلها الحته دي. لو بتسمعنا دلوقتي لك مني اجمل وكل التحيات وكل عام وانت بخير. الام لا الام دي يعني حاجه عظيمه جدا يعني. هذا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرحمها ويتغمدها في رحمته، ونسال الجنه ليها رب العالمين يا رب. طبعا دعوتها وجودها في البيت عموما يعني ربنا ما يحرم حد من والدته. الموضوع صعب جدا، لكن
إيماننا بالله سبحانه وتعالى وإن دي سنة الحياة، ف أكيد يعني بنتقبل الشيء مع إنه صعب والفراق صعب، لكن أسأل الله العظيم إنها تكون في مكان أحسن من اللي إحنا فيه. اللهم آمين. وإن ربنا يرحمها برحمته رب العالمين. بعد ما عملت مؤسسة نور الإسلام وشفتها قدام عينيك كده، هل حتى الآن مثلا أنت بتقول أنا لسه عايز أكمل حاجة أكبر من اللي أنا بوصل إليها؟ أكيد أي إنسان منا عنده طموح، وأنا طموحي مش هيقف طولة ما أنا فيها، أنا بس طموحي مش هيقف. أنا بقى عندي مؤسسة كبيرة واخدة توكيلات كبيرة، لسه عايز أخد توكيلات أكتر، لسه عايز أعمل مصنع. في دماغي أن أعمل مصنع كبير، يعني أنا نفسي من حتة التجارة للتصنيع، لكن كل شيء إن شاء الله بدراسة، وما أحبش أخد خطوة لما أدرسها كويس وخطط ليها كويس، بحيث أن إن شاء الله يعني ما بحبش الفشل، عايز أنجح. فمش كل بعمل دراسة كويسة، دراسة جدوى، ناس متخصصين بتدرس الموضوع، بنحاول نشوف ايه العقبات اللي ممكن تقابلنا، والله توفر الدوافع كلها بنتكل على الله وناخد بالاسباب ونمشي. حته بقى انك ان حضرتك دلوقتي انت وكيل لشركه فاين تمام ولونا بالشرقيه، دي حته مش سهله، يعني ان شركه كبيره في العالم والشرق الاوسط مثلا تكون كبيره بهذا الحجم، توصل ان حضرتك تبقى وكيل عنها، ده بتبقى مش سهله. يعني والله جت ازاي مع حضرتك؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا بدايه شغلي كانت في مجال الورقيات والمنظفات، بدات اشتغل مع فاين لمدة 3 أو 4 سنين أو 5 سنين، كنت الحمد لله من أكبر العملاء في الشرقية في فاين، ولما جالي لما ربنا يعني راد بالتوفيق إن أنا أشتغل معاهم، طبعا بشكر حبيبي وأخويا كريم مجاهد مدير قلت لي عايز مدير فرع زقازيق في فاين، طبعا بخص الشكر أستاذ وليد رافت وبقوله الباقي في حياتك. طبعا الناس دي ليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، إن هم كانت البداية عن طريق انا كنت بتكلم في الموضوع كتير لكن ما كانش ربنا اراد بيه، وجالي الحمد لله في وقت كان صعب عليا شويه، بس هم طبعا وقفوا معايا وساندوني. بشكر طبعا هو ساب الشركه حاليا استاذ محمد حسني ومعانا دلوقتي برضه في لونا، بقول له الف شكر. طبعا الناس اللي موجوده دلوقتي بيدعموني كويس، استاذ احمد سالم، الشباب مندوبين البيع ومديرين الجمله اسلام مجدي ومحمود وسعيد، مش عايزين ننسى الاستاذ باهر عشان ما يزعلش مننا. باهر ده من جنود المخلصين، او اتفرج علينا دلوقتي لو يقول احمد نسينا ولا محمد نسينا، تبقى محمد الفقي مش هنعرف نروح. المحاسب حتى برضو جنود بتاعه المؤسسه، استاذ عبد الرحمن مصطفى لسه يعني لسه منضمنا حديثا، بقول ان شاء الله يكون اضافه. الولاد حتى الناس العمال اللي في المخزن كلهم كل واحد ليه دور الحمد لله يعني بيأديه على أكمل وجه، وأتمنى إن شاء الله يعني تكون بداية خير جاي إن شاء الله يا رب. طيب كمان الملك بيوصيني بيقول حالي حي الأستاذ باهر أبو دياب، يعني لك مني كل التحيات، أنت بتشوفنا دلوقتي ولا إحنا كده لو مش قلناها مش هنروح النهارده؟ باهر يعني هو قبل ما يكون شغال معايا هو أخ، وأنا بحبه وبعزه جدا، بدليل إن هو معايا النهارده هنا، هو شغال معايا بس هو أخ، يعني اسال الله انه يديم المحبه يعني يا رب. وهو من الناس المخلصين بامانه يعني. واخص طبعا محمد الفقي، محمد بقاله معايا عمر، لكن هو من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا جدا، اسال الله انه هو يبارك فيه وفي صحته يا رب. طبعا يا رب. كل الناس عشان يعني كلهم كل المجموعه ناس مخلصين وكويسين، وربنا يبارك فيهم جميعا ان شاء الله. مش كملنا بقى، جت ازاي حته وكاله فاين؟ ما انا قلت لك وكاله فاين كان في وكاله في الشرقيه لحد معين. لما الوكالة انتهت أو حصل بينهم اتفاق بالتراضي وطلع، فكان اتعرض عليا، كنت أنا بس عن أن أخذ الوكالة على مدى على فترات بعيدة، ما كانش في توفيق. ففي الوقت ده جالي أستاذ وليد وأستاذ كريم وتكلموا معايا عن الوكالة، كان في متطلبات ليهم الحمد لله قدرنا نوفيها، والحمد لله بقالنا سنتين دلوقتي ما شاء الله، يعني الشغل تمام والدنيا حلوة تمام. وحصل نقلة كبيرة جدا في حياتي، طبعا انت بتاخد توكيل شركه عالميه، مش هنقول بقى لا هي شركه عالميه يعني، هنعرف بقى النقله من اولها لاخرها بس بعد ما نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم تاني. أفضل حفاضة لها صوتين وبس، الأول هو الهدوء علشان ليلة نوم متواصل مهمة لنمو طفلي، والصوت الثاني هو هدوء أو ضحك. مفيش غير فاين بيبي بطبقة الفاست أوبشن التي تمتص البلل بسرعة أكبر من الحفاضات الأخرى وتحبسه بعيدا عن بشرة طفلك لتبقيها جافة لتوفير أكبر من غير قلق. فاين بيبي، اختيار الخبراء. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه ولقائي المنفرد المتميز مع احد رجال الاعمال في محافظه الشرقيه وصاحب مؤسسه نور الاسلام للمنظفات الصناعيه والمنتجات الورقيه ووكيل لشركه فاين ولونا بمحافظه الشرقيه اخويا وحبيبي الاستاذ محمد رمضان. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك. وصلنا لحد كونك انك تحصل على انك يعني توصل لمنزله كبيره من وكاله فاين، ودي مش بالسهل ابدا. اضافت لحضرتك ايه في الايام اللي فاتت؟ طبعا اضافت لي كتير جدا فاين، والحمد لله يعني من خلال طبعا هي اضافت لي كتير وانا ضفت لها، يعني مش هو احنا شركاء نجاح، يعني بنسميها عندنا في الشركه ان او حتى في الدعايه اللي احنا بنعملها شركاء نجاح. يعني شركاء نجاح يعني انت كمصنع بتديني وكاله، وانا كمسؤول عن توزيعها وتطويرها وبيعها. طبعا احنا المؤسسه هي اللي واخده الوكاله في الشرقيه، فهي مسؤوله عن منظومه البيع. طبعا في مديرين عندنا من المصنع موجودين، في رقابه، في الدنيا ماشيه بنظام كويس جدا الحمد لله. فهي اضافت للمؤسسه كتير جدا، والحمد لله يعني اسم وكيان زي فاين هو اضاف. ناس كتير تسأل بقى تقول لك احنا بنتكلم عن مؤسسه نور الاسلام، طب عرفونا بقى الدنيا ماشيه ازاي، المؤسسه دي بتتكلم عن ايه، الكلام ده كله. واحنا بنقول لكم هي فرصه لكل الشباب اللي فاتحين محلات جمله وقطاعي، كمان قطاعي بتشتغل يا استاذ محمد كل حاجه في محافظه الشرقيه، الحاجات دي كلها. احنا وهنتكلم كمان في يعني جشع التجار في ظل ازمه كورونا، وده الاستاذ محمد قال لي اوعى تنسى يا استاذ احمد نتكلم على الحته دي بالذات، علشان الحته دي هو عامله له ازعاج انه التجار اللي تروح تشتري منه مثلا حاجه عشان تنظف بيها ايدك، اي مطهرات، اي مش عارف ايه، يغلي عليك الحاجات دي كلها ويبعها لك باسعار يعني خياليه، فهنتكلم فيها. بس انا عايز الاول استاذ محمد اعرف كل ركن في مؤسسه نور الاسلام اللي بيمشي بقى على اللي عايز يدخل بقى المؤسسه يشتري منها، نتكلم كده وناخد ركن بقى. نبدا من اول انا وانا داخل كده من السلم طبعًا. نبدا بقى من الركن عندنا طبعا معرض كبير فيه كل المنتجات تقريبا بما فيها. بنبدا بالمستحضرات، معرض للمستحضرات، مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل يعني دي رساله لاي حد عنده بيوت سنتر كبير او كده. أيوه. عايز مستحضرات تجميل بكافه انواعها في قسم خاص في المؤسسه. طب نتكلم عن ايه؟ وعندنا قسم للمنظفات، وعندنا طبعا قسم الورقيات، طبعا قسم كبير جدا لانه اصلا نسبة 80% من شغلنا في مجال المنظفات والورقيات، وال 20% في مجال المستحضرات. يا جماعة بقول لهم إن الحمد لله كل حاجة متوفرة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا، ويقدروا إن شاء الله يتابعونا من خلال الصفحة على الفيسبوك مؤسسة نور الإسلام. وعندنا منفذ بيع كويس جدا في إحنا قلنا في منفذ بيع في مجمع المصالح في القومية. المنفذ عروضه دايما شغالة كويسة، وفي كل مجلة كل شهرين أو حاجة بتنزل مجلة بتقعد لمدة شهر أو شهر ونص. يعني تقريبا المحل فيه عروض على طول. خلال الاسعار عندك عامله ايه يا استاذ محمد؟ الاسعار هناك كويسه جدا، والحمد لله برضو خلال الصفحه بتاعت نور الاسلام المحل برضو على الفيسبوك يشوفوا كل العروض والاسعار اللي عندنا. وان شاء الله الناس يعني ما فيش حاجه يا جماعه يعني ما فيش حاجه غليت، ما فيش حاجه زادت. دي لسه هدخل لحضرتك في النقطه دي. لما بنشوف مثلا على الفيسبوك في حاجات مثيره للجدل كتير، يقول لك الناس بتغلي في الاسعار والاسعار زادت وبيعملوا فتنه كده. بعض الفئه من بعض الفئه اللي يعني هي نقول فئه قليله يعني هو يا جماعه كل حاجه متوفره الحمد لله، كل حاجه عندنا زي ما هي، مفيش حاجه زادت، الاسعار زي ما هي. بطمن كل الناس. بيغلوا ايه بالظبط يا استاذ محمد؟ بيستغلوا، مش هنقول بيغلوا، بيستغلوا. احنا مش هنقول بيغلوا، هم بيستغلوا الازمه اللي احنا فيها. الكلور لو بتباع ب 10 جنيه تبقى الازازه وصلت 19 و18 جنيه. لا احنا بنقول يا جماعه لسه زي ما هو، مفيش حاجه زادت، والحاجه متوفره في محل نور الاسلام في الشارع مجمع المصالح بالزقازيق. كل حاجه ان شاء الله زي ما هي، مفيش حاجه زادت خالص، الاسعار زي ما هي، ومفيش حاجه احنا كمؤسسه كبيره مفيش حاجه زادت في الاسعار نهائي لحد الان، مفيش صنف زاد. وهنا بنقول لكل اهلنا في محافظه الشرقيه واي حته، يعني حتى لو انت ماشي على الطريق عايز اي حاجه خاصه بالمنظفات الصناعيه او المنتجات الورقيه، عندك مؤسسه نور الاسلام للمنظفات الصناعيه والمنتجات الورقيه، ودي بتبيع كل حاجه جمله او قطاعي بنفس الاسعار، ومفيش اي زياده خالص زي اللي بنشوفه جشع التجار اللي بنشوفه استغلال ازمه كورونا اللي احنا فيها. عندنا الاستاذ محمد بيقول لك في مؤسسه نور الاسلام متوفر كل حاجه بسعرها، ما بيزيدش اي حاجه ولا ربع جنيه ولا بريزه. مفيش حاجه زادت فعلا. مفيش حاجه ولا في مناديل ولا كل حاجه زي ما هي، حتى ولا في مناديل ولا في منظفات ولا اي حاجه، كل حاجه زي ما هي. للي عايز يعني يشاركنا او اللي عايز يشتري اي حاجه من مؤسسه نور الاسلام
بالذات بالتحديد يعني محلات الجمله بقى في قرى ومراكز شائيه ابو كبير، هي كفر صقر، فاقوس، اي بلد من البلدان دي او اي مركز من المراكز دي، لو حد بيغلي عليك عندنا مؤسسه نور الاسلام هتقدر تدي لك كل حاجه باسعارها وبفواتير وكل حاجه ماشيه تمام التمام، ما فيش اي جشع تجار او استغلال ازمه زي اللي احنا فيها في ازمه كورونا. الناس يا استاذ محمد انت شايفها في ظل الأزمة دي بقى نخرج عن الموضوع شوية، ملتزمة كده بقعدة البيت كده ولا كله ماشي؟ والله بنسبة كبيرة عند حضرتك أنت مثلا في ناس بتجيلك؟ احنا ملتزمين طبعا بالقرار الدولة خدته، قفل المحلات الساعة 5، الحظر لحد الساعة 8، كل واحد بيحاول يعمل يلتزم عشان ربنا إن شاء الله يعديها على خير، وهتعدي بإذن الله توقعاتك وإن شاء الله هتعدي، وإن شاء الله في رمضان هنصلي يا رب وهنفتح الجوامع بإذن الله يا رب، وإن شاء الله هتعدي الأزمة على خير بإذن الله يا رب. احنا اتكلمنا عن مؤسسة نور الإسلام يا جماعة، في ناس كتير بيرنوا على الرقم اللي هو ظاهر على الشاشة، لكن عايزين كمان يا استاذ محمد معلش مخرجنا الجميل تعبناك معانا النهاردة، لو امكن تحط رقم تليفون القناة علشان في ناس كتير بيتواصلوا على الرقم التليفون العادي، ففي ناس عايزة تعمل مداخلات كتير يعني، فبنستأذنك اللي عايز يعمل مداخلة يا جماعة في رقم هينزلوه دلوقتي على الشاشة بخصوص الناس اللي عايزة تدخل معانا في اي مداخلة. الأسئلة كتيرة يعني بيني وبين أستاذ محمد رمضان أحد أبرز رجال الأعمال في محافظة الشرقية وصاحب مؤسسة نور الإسلام للمنظفات الصناعية والمنتجات الورقية. بتتمنى يا أستاذ محمد ولاد حضرتك بقى ممكن نقول بقى عندك إيه وإيه وإيه ونتكلم عنهم شوية بقى، عندهم حقهم بقى لحسن يعني يعملوا فينا؟ يعني عندي آية إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها إن شاء الله وتطلع دكتورة، يعني أتمنى أشوفها دكتورة، هي في تالتة إعدادي حاليا يا رب، تسنيم تقريبا هي في ثاني اعدادي، بس هي شكلها غاوية اعلام يعني خلاص تبقى مذيعة بقى تقدم شباب مصر بعدها بقى هتقول لاحمد زين العابدين ولا اي حد، هي هتيجي تقعد مكان هنا وتقدم ان شاء الله. طبعا في معاذ ومالك ربنا يبارك فيهم، طبعا هم يعني زي ما يتمنوا يعني في النهايه هو كل واحد ليه حلم او امنيه هو عايزها، انا معاه لحد ما هو يوصل ليها يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ناخد محمد شجاعيه. محمد سلام عليكم. محمود السلام عليكم. معاك محمود سند يا استاذ احمد. ازيك يا حوده؟ ربنا يبارك لك، بيوصينا عليك خلي بالك، وحشنا والله. عايز تقول النهارده بقى لحبيبك الاستاذ محمد؟ حضرتك منور، حضرتك منور الشاشه يا استاذ احمد. الله يخليك يا استاذ محمود، ربنا يبارك لك يا حبيبي. ومعانا النجم الجميل محمد رمضان، يعني ده الاخ الفاضل وقمه الادب والاخلاق والاحترام. الله يكرمك يا حبيبي من ذوقك والله، ربنا يبارك لك يا استاذ احمد، ودايما بتنورنا بالناس الجميله دي يا استاذ احمد والله. الله يكرمك يا استاذ محمود يا رب، ربنا يبارك لك يا حبيبي يا رب. والاستاذ محمد ده من الشخصيات المؤدبه المحترمه، مش اقدر اتكلم فيها غير يعني عن المعروف اللي هو بيعمله. يعني انا مش قادر شعوري يعني، لان ده اخ فاضل ليا وعشره عمر. استاذ محمود طول الطريق عمال يوصينا عنك النهارده ويقول لي ناس من الشخصيات المحترمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمود، وان شاء الله يعني تشوفوا في حل اكبر واكبر باذن الله. معانا اتصال ثاني يا جماعه. امل السلام عليكم. امل طيب شكرا يا امل. لو حد عايز يتواصل معانا يا جماعه الارقام ظاهره امام حضراتكم على الشاشه، واللي عايز يتواصل معانا يتواصل من خلالها، ومكملين مع اخويا الاستاذ محمد رمضان. وصلنا لحد تسنيم. تمام اتفضل. تسنيم غاوية اعلام وصحافه يعني، ومعاذ ومالك طبعا انا قلت لك ان هم لسه صغيرين، بس في اي امنيه ليهم او اي حاجه هم عايزين ان شاء الله يكبروا بيها انا معاهم فيها، مش هبخل عليهم باي حاجه. طب عايز اشوفهم كويسين يعني. اكيد طبعا عايز اشوفهم. نفسك يدخلوا في مجال حضرتك ولا بعيد عنه؟ اتمنى طبعا، اتمنى معاذ ومالك يبقوا معايا ويبقوا سند ليا، لان انا طبعا وحيد على ثلاث بنات، بقول ربنا يخليكم ليا يا رب. مرفت وفاطمه وانتصار ربنا يخليكم ليا طبعا، هم اخواتي البنات، وطبعا هم طبعا مساندين ليا في اي حاجه، ودعويهم ووقفتهم معايا على طول دايما يا رب. فعايز اولادي طبعا يكبروا معايا، حتى انا باخدهم معايا المؤسسه عشان يتعلموا عشان يشوفوا ويشوفوا الوضع اللي احنا فيه. ناخد احمد الزازي. احمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محترم؟ اهلا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. ممكن اكلم استاذ محمد؟ اتفضل، هو سامعك. ايه يا ابو ايه؟ ازيك يا استاذ احمد، الله يعزك حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يعينك يا رب ويرضاك. ازيك حبيبي، الله يعزك. عايز تقول له ايه النهارده؟ عايز اقول له ده محمد ابن اخويا ومن الشخصيات المحترمه يعني، الواحد بقدرها. الله يكرمك يا غالي. راجل عانى عشان يوصل، بس هو فعلا من رضا ابوه وامه.
اكيد طبعا اكيد رضا الوالدين ده يا استاذنا الفاضل. الحمد لله. وراجل برضه بيتعامل بما يرضي الله. الحمد لله يصلح ربنا يبارك له. محترم وراجل كويس وطبعا اللي في نعمه يستاهلها. الله يخليك. وشهاده بنعتز بيها يا استاذنا والله. ربنا يخليك وانت برضه راجل صراحه جبت راجل ما يفرقش عن حضرتك والله. الله يكرمك الله يكرمك. احنا بنحاول ندي له حقه والله ابسط حقوقه يعني. ابسط حقوقه علينا والله. انا بقالي كتير بحاول اوصل له لكن هو لظروف شغله يعني وعمله فعلا اضافه للقناه. ما صدقت ان انا اكلبشه بقى عشان اجيبه يظهر معانا قبل رمضان. هو فعلا اضافه للقناه فعلا راجل محترم وراجل يعني بتقي ربنا في شغله وربنا يوفقه. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذنا. تسلم. علي علي السلام عليكم. الو. عليكم السلام يا فندم. ايوه يا استاذ علي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل اسمعك الان. ممكن اتواصل مع الحاج محمد رمضان طبعا اللي هو عاوز بس اقول له حاجه بسيطه جدا على الهواء. هو سامعك هو سامعك اتفضل. هو سامعك سامعك. دي امانه لوجه الله كل الكلام اللي الحاج اتكلمه ودي امانه الكلام ده فعلا بينطبق على الحاج محمد رمضان بيقف مع اي حد بيساعد اي حد وبالخير وارخص الاسعار جدا جدا. انا تاجر وبقول لك كده على هو ان فعلا دي امانه مش مجامله ووقف معايا انا شخصيا. الله يخليك. يعني وقف معايا انا شخصيا. الله يخليك. وبقى الحمد لله عندي محل وعندي مخازن وعندي كل حاجه بفضل ربنا ثم الحاج محمد رمضان ودي امانه. الله يعني انا مش بقول لك مثلا مجامله دي عشان انا اعرف الحاج محمد رمضان او الحاج محمد رمضان في حاجه، لا ده دي امانه ربنا يحاسبني عليها يوم الدين. اكيد طبعا. يعني هو مش كلام مثلا هو شايف برنامج بيتكلم او انا طالع بتكلم، لا دي امانه. اكيد وفعلا اقل الاسعار جمله قطاعي كل حاجه. واخد بال حضرتك وفعلا بالراجل بما يرضي الله وبيقف مع الصغير قبل الكبير. يعني مش عشان مثلا تاجر كبير ما يقفش مع الصغير، لا بامانه يعني انا جربتها معايا انا فالحمد لله. انا بس كنت طالع ان انا اقول له بس كلمه على الهواء. اتفضل يا فندم. شكرا. ربنا يخليك حبيبي ربنا يكرمك يا سعاد. انت عملته مع بس انا مش عاوز بس اقول له الا الكلمه دي. وحب الناس احنا هنتكلم عليه بعد اتصالك معانا. شاهر اتفضل يا شاهر. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه الدنيا اتقلبت عليك النهارده؟ منور يا باشا. الله يكرمك يا شاهر اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا بقول احب محمد نعم طبعا عشان محمد طبعا يعني معانا في حاله كتير وربنا يعني يداله ربنا يديله بركه نيته وان هو استعان فعلا زحمه والله العظيم كلام يعني. الله يكرمك شاهر الله يبارك فيك. تسلم يا شاهر تسلم تسلم. ده والله العظيم في حياتي يعني لو قعد يعني اتكلم على نفسه مش هيروح حق والله ربنا يخلونا ان هو اخويا انا اخويا الكبير انا يعني. ودي اللي انا عامله هو اخويا الكبير. وده اللي انا شايفه من حب الناس النهارده. شكرا شاهر شكرا جزيلا عشان الاتصالات معانا. صبحي صبحي السلام عليك اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك. معاك صبحي الاسود يا استاذ احمد. حبيبي استاذ صبحي منور يا غالي. انا بسلم عليك وعلى محمد معاك راجل الاعمال المعروف. الله يصلح حالك. الله يكرمك الله يكرمك استاذ صبحي. عايز تقول له النهارده بقى؟ انا بقول له ربنا يزيدك من نعيم الله يا شيخ محمد. الله يخليك. وربنا يزيدك دايما ونجاح في نجاح دايما ان شاء الله. حبيبي صبحي الله يعزك. قدرنا نوفي له حقه كده يعني باستضافتنا ليه النهارده يا استاذ صبحي؟ في حاجه بدي اضيفها لك يا استاذ احمد. فضل. عن الشيخ محمد. اتفضل. الشيخ محمد بيقف مع الصغير قبل الكبير وبيقف معاهم ويفتح لهم محلات ويمدهم بالضاعه ودايما بيقف جنب الناس الغلابه وربنا دايما يجعله في ميزان حسناته يا رب. الله يخليك صبحي الله يخليك. تمام. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ صبحي. بشكرك جدا والله معلش عشان الصلاه مقلوبه يعني. طيب قول الو. الو. علي صوتك شويه. الو. الو. ايوه. الو. ايوه. طيب وطي صوت التليفون عندك استاذ محمد هيكون معاك اهو. الو. وطي صوت التلفزيون عندك واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج محمد؟ الله يعزك. مين ده؟ ليه؟ الف مبروك لك يا حبيبي. ده خالي ابو هاشم. انا خالك ابو هاشم. عرفك يا حاج ابو هاشم على طول اهو. انا خالك حبيبي ربنا يوفقك. الله يخليك. الله يكرمك حبيبي. ازيك عامل ايه؟ الله يصلح حالك. ربنا يوفقك يا حبيبي. الله يخليك يا ايه عايز تقول له ايه النهارده يا حاج ابو هاشم بقى؟ انا عايز اقول له انا سعيد بيك وان شاء الله ربنا يصلح حاله. الله يكرمك الله يكرمك وربنا يوسعها عليه اكثر واكثر. وانا راجل محترم وزي ما الناس قالت عليه هو راجل محترم. الله يخليك. وربنا يزيده وربنا يزيده ويوسعها عليه واشوفه كل صاحب مصنع يا رب ان شاء الله باذن الله. يا رب انا شاكر افضلك يا محمد. بشكرك بشكرك حاج محمد ربنا يبارك لك يا رب. طيب ام محمد. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد انا سامعك.
من افضل الناس اللي موجوده والله معاكم في البرنامج. انا اول مره ادخل في مشاركه بجد. نورتينا والله، بس هو يستاهل. نورتينا. حضرتك من نفس المنطقه ولا بعيد؟ انا جارته. طيب ومحمد بتقول لك انت يعني ربنا يخليك. طيب عايز تقول لي يا محمد بقى، قولي له انت بقى، افتحي قولي زي ما تقولي. عايز اقول له بجد ان هو بيفعل خير كتير جدا، وبجد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، يشرف اي حد ان هو يعرف عليه. ربنا يخليك يا رب. وعايز اقول له ربنا يبارك له، وان شاء الله ربنا يعلي شأنه دايما في الزياده، ويبارك له في اولاده يا رب. الله يخليك يا رب. اللهم امين يا محمد. شكرا شكرا جزيلا، بشكرك. ربنا يعزك يا رب. كفايه اقول كده. احنا لو فتحنا الصلاه ما شاء الله يعني الناس، الله يصلح حالك، ده حب الناس. طب ناخد ابو عبد الله، معلش. ابو عبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روح بقى عند التلفزيون هو اتصلنا، واسمعني من التليفون يا ابو عبد الله. لا انا بسمعك من التليفون مش من التلفزيون. طب ابعد بعيده شويه عشان صوتك بيردد بس. اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. حضرتك احنا بنشكر قناه الصحه والجمال ان هي استضافت الاستاذ محمد. الله يكرمك، الله يكرمك يا ابو عبد الله. اتفضل يا فندم، اتكلم. راجل ونعم الاخلاق يعني. الله يكرمك، اتفضل. عايز تقول له ايه بقى؟ قول. يرفعه اكثر من كده ويعليه نظرا لما فعله مع والدته. الله يكرمك يا حبيبي. تمام، اتفضل قول. فربنا يبارك في حضرتك و باركنا في الجميع ويعلي من شأنكم. الله يكرمك يا فندم، شكرا شكرا يا ابو عبد الله، شكرا بشكرك شكرا جزيلا. يعني مداخلات كتير، وده اللي بنشوفه من حب الناس. غالبا ده دكتور محمد عطيه ده طبعا هو من اعز اصحابي، بقول له ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم ان شاء الله، لان هو كان مساند ليا في بعض الفترات الصعبه، كان بيدعمني طبعا سواء بالفعل او سواء بالدعاء سواء بالاستشاره. بقول له ربنا يبارك في اولادك يا رب ويزيدك علم ان شاء الله يا رب. انا بس بنوه الساده المشاهدين اللي بيرنوا على التليفون ال 010 الاخر 42، رنوا لو اللي حابب يشارك معانا مشاركه هاتفيه يرن على الارقام الموجوده اللي هتنزل دلوقتي. طيب محمد مزازي، محمد اتفضل. محمد اتفضل. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا احمد؟ الله يكرمك. محمد مين؟ محمد الفقي. محمد الفقي اه لسه كان بيتكلم في حقك دلوقتي يا استاذ محمد. طيب الاتصال قطع، عاود الاتصال بينا مره اخرى يا استاذ محمد، عشان هو لسه الاستاذ محمد كان بيتكلم عليك، وده حب الناس، حب الناس لا يقدر بثمن. طبعا 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 صراحه طبعاً يعني الله. عايز تقول النهارده عن حب الناس اللي انت شايفه؟ ده كنز يعني، كنز فعلا لا يقدر بثمن، لان انت رسالتك في الحياه هي هو حب الناس يعني، فاهم؟ انت حب الناس ده أكتر من أي فلوس وأكتر من أي شيء، هو حب الناس. كل إن أنت تبقى محبوب من الناس ده فضل ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. اللي يرفع سماعة التليفون ده ويتصل أستاذ محمد ويضيع من وقته وزمن عشان يتصل ويفضل على انتظار وكده، ده حب الناس. طبعا طبعا ده حب لا يقدر بثمن حتى يعني. يعني إحنا كمجموعة أو مؤسسة كلنا بنتعامل بحب وود يعني. مفيش حد، مفيش حاجة اسمها صاحب مؤسسة وعامل، لا كلنا إخوات وأصحاب. كلنا يعني واحد في 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 اطار العمل، وبنحاول ان احنا ننجح، بس كلنا برضه في النهايه بنتعامل بعملهم اكيد كاخوات واصحاب وكل حاجه. اكيد طبعا. ناخد ايه اتفضلي. عليكم السلام، اتفضلي يا ايه اسمعك. عايزه اقول لها ده يا بنتي. ده ايه بنتك؟ اظن يا ايه بقى دلوقتي البيت بقى قاعد بيقزقز لب كده وبيسمعوا الاستاذ محمد النهارده، والمزاج حلو النهارده بقى. طيب قولوا لنا بقى، عايزه تقولي لبابا ايه النهارده؟ ربنا يخليه لنا يا رب، ربنا يخليه لينا ويزيد عمره. نفسك تطلعي ايه يا ايه؟ هو لسه بيتكلم عنك من شويه. ان شاء الله ابقى دكتوره زي ما هو عايز. ان شاء الله تبقى دكتوره ونستضيفك وتملي بعلمك للناس ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. بشكرك. عايزه تقولي له حاجه قبل ما نقفل معاكي؟ منور الشاشة كلها. الله يخليك، شكرا يا ايه. ربنا يخليك يا حبيبتي. عبد الفضيل، عبد الفضيل السلام عليكم. عبد الفضيل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم انت على الهوا. عبد المعطي وابراهيم معاك يا ريس. استاذ عبد المعطي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور احمد. اتفضل انا سامعك والله. مسيني على
على الاستاذ محمد جامد جامد كده، وربنا يزيده يا رب كده، وربنا يكرمه اكتر واكتر كده يا رب. الله يكرمك، هو سامعك والله. عايز تقول له النهارده؟ والله انا اقول له كده ربنا يزيدك من اللي انت فيه انت بتاع خير، يعني ربنا يزيدك اكتر واكتر واكتر، ونكون من اصحاب الشركات يا رب ان شاء الله. الله يكرمك، الله يكرمك يا فندم، ربنا يبارك فيك. يعني والله يعني من الناس المحترمه جدا جدا، الواحد يعني شهد لهم يعني. شكرا شكرا يا فندم. شكرا شكرا. طبعا احنا لو فتحنا اتصالات صراحه وقت الحلقه كله هيضيع. لسه معانا قد ايه يا استاذ محمد؟ حاجه مش متوقعه يعني بصراحه. لسه معانا قد ايه؟ معانا 10 دقايق بقى. عايزين بقى نتكلم فيهم في كلمه انا دايما بحب اقولها لضيوفي، بس عايزين نركز فيها بقى، عشان ايه؟ اعتبر ان ده امتحان او اختبار، وانا النهارده انت بتمتحن يعني. تقول لي مين شكرا؟ بقول لاهلي، بيتي، عيلتي، بقول لهم شكرا. بقول لابويا والدي ربنا يديك الصحه ويخليك يا رب، وتفضل سند ليا كده على طول. بقول لزوجتي واولادي ربنا يحفظكم ويخليكم ليا. بقول لها اكتر خيرك. بقول لها ربنا يخليكي لينا. الزوجه يمكن هي بعد الام على طول بتعاني كتير من في حياه الزوجه عشان تقف في ظهرها، يعني هي اساس البيت يعني. بقول لها ربنا يبارك فيكي ويبارك في اولادنا يا رب، هي تعبت معانا كتير. وبقول لها يعني هو ده حالنا يعني، لازم تستحملينا بقى. اكيد طبعا، اكيد طبعا. حد تاني؟ الناس طبعا في مجال شغلي، بقول لكريم مجاهد كتر خيرك. بقول لوليد رافت، هو طبعا عنده حياته في النهارده، بقول له البقاء لله، البقاء لله. الناس اللي كان ليها دور معايا في حياتي، استاذ محمد حسني، حسين عشان ما نسوش، مدير الاقليمي بتاع لونا، محمد عادل، مجموعه لونا كلها ما شاء الله، كلهم يعني، مش عايز اقول هم كل المجموعه ما شاء الله يعني كويسين ومحترمين. عايز اقول لهم، عايز اقول للناس اللي معايا في المؤسسه بما فيهم المدير التنفيذي بتاع المؤسسه استاذ عبد الرحمن، بقول له ربنا يكرمك طبعا، انسان محترم وخلوق، وبقول له ربنا يصلح حالك. بقول لمصطفى ان شاء الله تكون اضافه قويه لينا باذن الله. بقول للولاد كلهم، ضياء واحمد واحمد محسن واسلام وكل الناس، عشان ما انساش حد يعني، كل الناس المجموعه اللي معايا بقول لهم متشكر، وان شاء الله احنا مع بعض هنكمل وهنكبر باذن الله يا رب. ناديه معانا لسه يا شباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. محمد الفي. السلام عليكم. استاذ محمد الفي. استاذ محمد. الله يخليك. ابعد بعيد التلفزيون شويه واسمعني من التليفون. ازيك يا حاج محمد؟ الله يخليك. الله يكرمك، الله يكرمك يا فندم. منين اسم محمد؟ ان شاء الله كده تكلم يا رب باذن الله. الله يخليك، الله يكرمك. هو لسه كان بيتكلم في حقك دلوقتي يا استاذ محمد. الله يخليك، تسلم يا رب، والله هو حاجه كبيره بالنسبه لنا والله. الله يكرمك، الله يكرمك يا حبيبي. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب ووفقك باذن الله. بشكرك يا استاذ محمد، بشكرك. الله يخليك، تسلم يا رب. الله يكرمك، الله يعزك يا محمد، الله يخليك. الحاجه ناديه، الحاجه ناديه، السلام عليكم. نادية، الحاجة نادية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاجة نادية؟ خالته. ده انت الدنيا كلها بقى موجودة. منور استاذ يا شيخ. ربنا يخليك يا خالتي، الله يصلح حالك. ازيك يا استاذ أحمد؟ الله يكرمك يا حاجة نادية، ربنا يبارك لك. الراجل اللي قاعد معاك ده ربنا يا رب يجعله منفعة أمة الإسلام كلها يا رب. الله يكرمك يا رب. واضح والله يا حاجة نادية، واضح، واضح حب الناس. شخصية محترمة، شخصية مرموقة يعني، ربنا يبارك له في ماله وفي عياله. يا رب. تسلم يا خالتي، الله يخليك يا رب. ربنا ويكتبها ميزان حسناته يا رب. الله يخليك يا رب. واللي عمل مع مامته ربنا يجازيه عليه خير يا رب. اللهم امين. واللي هو بيتقي الله في ابوه برضه ربنا يجازيه خير ويبارك في ماله وفي عياله. اللهم امين، اللهم امين يا حاجه نادي، بشكرك. يا رب يستر طريقه، يجعله يا رب يرفع من شأنه كمان وكمان. الله يصلح حالك. الله يكرمك، الله يكرمك حاجه نادي كده يا رب. يا ربنا يرفع يا رب كده مستواه اكتر من كده كمان، ويشتغل راجل، ده راجل محترم، وان شاء الله يبقى معانا على طول باستمرار يا رب. ان شاء الله في رمضان كمان يبقى معانا على طول باستمرار باذن الله. الله يكرمك، شكرا يا حاجه نادي. الخاله دايما بتبقى مكان الام في التوقيت ده. طبعا هي خالتي ووالدتي، وهي طبعا يعني هي والدتي الثانيه يعني، ربنا يعني هي والده مش خاله يعني. يطول في عمرها يا رب. بلدك قبل الهوى يمكن امبارح كمان قلت لي يا استاذ احمد انا نفسي اتكلم عن بلدي ونفسي اعمل لها حاجات كتير. طبعا كاي شاب يعني بتولد في بلد عايز يشوفها في افضل حال، عايز يشوف بلده من احسن البلدان اللي موجوده في المكان. نفسي طبعا ما بقاش فيها حد محتاج حاجه، حد، وان شاء الله هيحصل باذن الله طبعا بتكاتف اهل البلد، بتكاتف الشباب اللي عندهم طاقه ان شاء الله هنستغلها، ان هم ان شاء الله ما نسيبش واحد في البلد
في الازمه اللي احنا فيها حاليا دي ما نسيبش واحد محتاج حاجه، ما نسيبش حد. ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في تكاتف في الفتره اللي جايه ببعض الشباب اللي هم ما شاء الله عندهم طاقه. يعني بوجه لهم الشكر ان كان استاذ اسماعيل او احمد عبد العاطي، شيخ شريف، استاذ ابراهيم محمود مدير لجنه شؤون المرضى. عندنا الحمد لله في البلد في حاجات، في شباب عندهم طاقه. يعني اتمنى طبعا اشوف مركز الشباب بتاعنا من احسن المراكز، على الاقل نستغل الطاقه بتاعه الناس دي فيها. وبناشد طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب في انه يبص بصه بس ينظر نظره لمركز شباب طهره اللي احنا مش عارفين نعمل فيه حاجه للاسف. يعني احنا عندنا قطعه ارض نصها للدوله ونص الثاني مركز الشباب. فبناشد من خلال قناه حضرتك والبرنامج ان شاء الله ان الدكتور اشرف يبص لمركز شباب الطهره ويشوف حل باذن الله. ان شاء الله. لو حضرتك صاحب جهه سياسيه كبيره، يعني اول خطوه هتبدا تعملها في بلدك انت ايه؟ اول حاجه اعملها اشوف ايه الحاجات اللي مش موجوده في طاقه في البلد عندنا اعملها. يعني ما عندناش غاز، ندخل غاز. في حاجه في المرافق مش موجوده، في مشكله في بلدنا نعملها، في مدرسه، في يعني انا لو عندي جهه سياديه واقدر اعمل حاجه زي كده طبعا لازم اعملها لبلدي اول حاجه. وبعد كده لازم حتى لو بلد غير بلدي ومحتاجه مني حاجه وانا فعلا اقدر اعملها اعمل. أكيد بس طبعا الاولى بلدي، اشوف بلدي افضل حاجه الاول. يعني اكيد طبعا، واحنا بنتمنى لك دايما التوفيق يا استاذ محمد. حضرتك من الشخصيات المحترمه اللي انا سعدت بيها جدا. حضرتك يا مخزن، انا والله اتشرفت بيكم وبالقناه، واتمنى ان ربي اكون ضيف خفيف عليكم النهارده ان شاء الله. والله انا صراحه مش عايز اخلص معاك اللقاء. الله يخليك. واتشرفت بيك، وان شاء الله كمان نوعد المشاهدين ان بعد الدراسه اللي هنعملها النهارده انا وحضرتك تكون معانا باذن الله الايام اللي جايه، وما ما ما نبطلش يعني طلتك البهيه دي ما تبطلهاش على الناس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك، انا اتشرفت بيك وسعدت بيك. وانا كمان يا جماعه بقول لكل الناس اللي بتتابعنا من خلال برنامج شباب مصر، اي حد عنده فكره، اي حد طموح، اي حد شاف انه عنده قصه كفاح كبيره نفسه يعني انه الناس تسمعه والناس تشوفه وانه يفيد بيها الناس، الرقم بتاعي انا شخصيا على الشاشه اللي اخره 42 ده 010-960-7842 010-620-7842. أي حد عايز يتواصل معايا على الهواء يتواصل، أي حد عايز عنده فكرة، عنده موهبة، عنده حاجة شايف أنه هيقدر يفيد بها الناس، إحنا تحت أمره ويجي لنا هنا، إحنا هنستضيفه، إحنا هنقدر أن إحنا نطلعه للجمهور. بشكر شركة فاين ولونا بأنها الثقة الكبيرة دي في الأستاذ محمد رمضان، يعني وهي داخلة معانا في الرعاية النهاردة، وإن شاء الله برضو تبقى فتحة أمل ما تنتهيش معانا بإذن الله. بشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا وكل الناس اللي في الكنترول، يعني عشان ما ننساش أي حد، وأخويا الأستاذ محمد الملكي، أخويا الأستاذ محمود زيدان. هنشكر إن شاء الله خلال يوم الثلاث هنكون معاكم بإذن الله، هنعمل 30 حلقة في رمضان، هنكون في من قلب سوهاج يوم الثلاث القادم باذن الله عند الاستاذ محمد، هنسجل برنامج كبسوله باذن الله، هنكون معاكم علشان 30 حلقه هيتذاعوا في رمضان باذن الله يوم الثلاث الجاي. هنكون في محافظه سوهاج، هنتنقل بين المحافظات، هنلف كل ربوع مصر علشان نقدم لحضراتكم النماذج الجميله المشرفه، الطله البهيه اللي مش عايزين نتحرم منها دايما. من خلال الحلقة دي إذا كان هناك وقت دقيقة، يعني عايز أقول للناس موضوع حلقة النهاردة وعنوان الحلقة النهاردة والملخص بتاع الحلقة النهاردة بيتبنى بي 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 يعني اتبنى عن على أسس جميلة، وهي بر الوالدين. لأن بر الوالدين إذا أراد الله أن يحبك فيحبب فيك الناس من خلال برك لأمك ولأبيك. يعني سيدنا النبي لما كان يصعد إلى درجات المنبر ذات ليلة قال أمين ثم أمين ثم أمين، ففي من ضمن الدرجات اللي صعدها سيدنا النبي الناس بيسألوه الصحابة بيقولوا له قلت أمين ثلاث مرات ليه يا سيدنا النبي؟ فقال لك أتني جبريل وقال لي يا محمد خاب وخسر من أدرك أبويه ولم يغفر له. فهنا إحنا بنقول بر الوالدين وطاعتهم من طاعة الله عز وجل. بشكر كل مشاهدنا الكرام، انتظرونا إن شاء الله الحلقة الجاية يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا لكم ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.